على هامش منتدى دبي للأعمال الصين الذي نظمته غرف دبي في العاصمة بكين، وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بين الجانبين، زار وفد إماراتي يضم ثلة من المسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من دبي، عددا من الشركات المليارية والناشئة في العاصمة بكين، وخاصة ذات النمو المتسارع في مجالات التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها. وضمن هذه الزيارات الميدانية التقى الوفد بمسؤولي شركة ميتوان، إحدى أبرز منصات التسوق الصينية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في بيع مختلف المنتجات الاستهلاكية، وأيضا شركة لي أوتو للسيارات، وتعد هي الأخرى من الشركات الصينية الواعدة في سوق السيارات الكهربائية والذكية. جي بي يو كان يعني محتكر لبعض الدول، اليوم الصين تمكنت ان تصنع بعض الجي بي يوز. عندنا زياره بعد فتره لهم في المصنع لعمل التستنج، وكانت هذه بالنسبه لنا مفاجاه، لان الجي بي يو هو محكور عند بعض الدول، يعني غير الصين، غير بعض الدول الصين يعني تمكنت ان تكون عندها جي بي يو. ونحن اليوم عندنا كميرانا او دبي تشامبر عندنا علاقه طيبه مع الصين. بالنسبه للزيارات الميدانيه خاصه نحن نوتن اللي هي تعتبر من أكبر الشركات خاصة من ناحية العملية اللي هي الدليفريز، طبعا هم موجودين في إمارة دبي، موجودين في واحد دبي للسيليكون كدرون، فبس خطوتهم طبعا الجاية بتكون إن الشركة تتواجد في دبي دولة الإمارات وكذلك في المنطقة بصورة عامة.